هجوم لبرشلونة والدفاع لفالنسيا. ليو يحاول التوزيع، تدخل دفاعي ناجح من باراغان وعكس الهجوم، لكن الضغط العالي، الضغط العالي، يمشي ليو يسدد والمتابعة جول. فعلا بامتياز أليكسيس سانشيز نجم الكرة الشيلية بامتياز. إسباقية كتالونية سريعة ومثالية بأقدام تشيلية لأليكسيس سانشيز. برشلونة مشاهدينا الكرام يعود إلى الكرة المضمونة من ركنية أولية، هو ليو في المتابعة الدفاعية، وطبعا دفاعات فالنسيا تعاين الأضرار في بداية المشوار. هذه هي كرة ليو من اليسار لليمين، أليكسيس سانشيز في موقع صعب جدا للتسجيل يتمكن من التهديف ويعطي الإسباقية الكتالونية في هذه الأوقات الكروية. هدف لصفر، وربما بداية استعراض الناري للفريق الكتالوني اللي منه فالنسيا بدأ يعاني. شوف شوف معاناة الحارس دياغو ألفيش في ملعب الكامب نو، كان انذاك فاز بهدف لصفر. هدف ريكاردو اوليفيرا البرازيلي، هجوم خطير، التصوير في جول، جول جول فعلا فالنسيا، هدف التعادل، هدف التعادل. دانيال باريخو رائع في التواصل، الجزائري سفيان في جولي، اقدام جزائريه الت بها الكره للشباك الكتالونيه. صمت رهيب يخيم على مدرجات ملعب الكامب نو. فالنسيا يعدل النتيجه في اوقات قبل نهايه الشوط الاول. شوف الكره في غولي في البداية، سفيان في النهاية بكرة جزائرية مثالية، وطبعا دانيال باريخو يأتي من بعيد ويعطي لفالنسيا أجمل عيد. قلت مشاهدينا الكرام ما زلت نحكي وأنه آخر انتصار لفالنسيا في ملعب الكامب نو يعود إلى 2003 من 10 سنوات لما فاز بهدف لصفر، هدف البرازيلي ريكاردو اوليفيرا، كان مدرب فريق فالنسيا انذاك. الرفع مباراة كرة سريعة لباراغان اللي وزع، جول فعلا فالنسيا، فعلها فالنسيا. بابيو بلاتي الأرجنتيني، بابلو بلاتي الأرجنتيني، يطير 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 في الدفاع الكتالوني، هو بلاتي المثير. هدفان يا هدف مشاهدينا الكرام، شوف الكرة من فيغولي رائعة ممتازة، باراغان في المساندة الهجومية، وبلاتي يتفوق على ألفيش ويرفع الكرة بفالديس ويكون نجم بالفعل بكل الكلمة ما فيها من امتياز. فالنسيا يقلب الطاولة على برشلونة، فالنسيا في هذه الأوقات نار 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 في هذا المشوار. دانيال ألفيش يوزع كرة لليو، الحكم يعطي ضربة جزاء، ضربة جزاء لبرشلونة. الصورة هنالك لمسة يد، هنالك لمسة يد، هل هي متعمدة أم لا؟ وين الكابتن جمال الشريف؟ الكل يتقدم يمشي ليو، يلعب يا السيد العارفين، هو نجم الأرجنتين، هذا هو حبيب الملايين، ميسي يمسي عليكم. ليو يحييكم ويقول لكم يومكم فل، الناس الكل، هدفان لهدفين، نار نار نار. كورة في الزاوية 90 في الدقيقة 53 والتعادل من جديد، مثير مثير. لا
مباراة نار مشاهدينا الكبار. سفيان في غولي في غولي مر في غولي اللي وزع جول جول الجزائر. يا سلام سفيان السلطان، سفيان الرسام، هو سفيان، هو يحكم بأحكامه في الكامب نو بالذات، هو سلطان سلطانو، سفيان الجزائري يعطي كرة لفرانسيسكو باكو الكوثر. فالنسيا بالتعدي مشاهدينا متابعينا. اوه ايش اللي يصير؟ فالنسيا المثير، سفيان القدير وباكو المتعدي، ثلاثة أهداف لم يقدر عليها فالنسيا في ملعب ميستايا بالذات، يقدر عليها في الكامب نو، يقلب الدولة من جديد. نهار اليوم على برشلونة، نهار اليوم على برشلونة.